أنا من معتقل المظلوم داود حسين المرهون في تاريخ 1 رجب من عام 1432 هجرية في مستشفى الدمام المركزي بعد إصابة ابني الخطيرة في عينه وهو يتلقى العلاج. قدمت قوات الأمن الخاصة واعتقلت اعتقالا تعسفيا، وهذا غير جائز إلا بأمر نظامي وبالخصوص في سنه. لصغر سنه تم نقله للدار الاجتماعية بالدمام، ووضعه في الانفرادي تحت التعذيب والتحقيق المستمر. وفي التعذيب تعرض للضرب من جميع النواحي من السبلة والعقائدة، وبقي في الانفرادي مدة لا تقل عن 2 أسبوع، وبقي في الدار الاجتماعية حول 1 سنة و5 أشهر. بعد ذلك نقل إلى المباحث العامة بالدمام. من الأشياء المفروضة في بداية التحقيق أن يعين له محامي ليحضر معه، إلا أنه لم يحضر إلا في المحكمة. بالنسبة للتحقيق فإنه كان في المباحث غير نظامي ليس من اختصاصهم، لكن المفترض في سنه أن لا يتم التحقيق معه تحت التعذيب والإكراه وتوقيعه على أقوال لم يذكرها، هذا يجعله غير معتمد قانونيا. بالنسبة للتعذيب الذي تعرض له في الدار الاجتماعية مختلف تماما عن الذي تعرض له في المباحث، إذ أنه تعرض للركلات والصف والإهانات. كان ابني يعاني دائما من أسنانه وأماكن متفرقة من جسمه مدة طويلة بسبب التعذيب. بالنسبة للمحامي تم تعيينه قبل بدء الجلسات، حضر معه 6 جلسات، لأن الجلسة السابعة كانت جلسة سرية لم يكن المحامي على علم بها، ولم يسمح للمحامي بالتقاء بابني إلا في المحكمة، ولم يسمح له بالتكلم على انفراد. بعد تصديق الحكم استلم تصك الحكم عن طريق المحامي. بالنسبة لابني تعرض للظلم في كل المراحل، حكمه ظل، فلا يوجد قتل أو دم أو جرح لأحد، ولا يوجد في تاريخ القضاء السعودي حكم إعدام لهكذا تهم، وهذا إلى صحة التهم وتصديق الحكم. الإعدام قرار ظالم، ولو قتلتم ابني فإن هذا هو الظلم الذي لا يمكنكم أن تصححوه، وسنستمر بالحديث ولن نسكت إلا إذا قتلتمونا معه.